كابو مختار التليلي. اهلا وسهلا بك. سهلا مرحبا يا مرحبا. كل شيء ويجينا كل شيء يخزن كمل كراسي من الطاوله ولا نرجع لكل شيء ناتشورال. يا بنتي بلادنا وحدها والله ما شبه بلادنا والله اما احنا مانيش عاطينها قيمتها الصحيحه ومانيش نحطين لي بروجي الكبار مانيشنا مهتمين بهم مانيش بس فاسف ان شاء الله نوليو مهتمين ان شاء الله ملا باش تاخذ في خاطري اي وعنا البلاتو نتاعنا لعبه التحدي لعبه التحدي باش نمشيو لها انا عمري كلها تحدي يا هاوي باش نمشيو لعبه التحدي اي والتحدي هذا يعني باش نشوفوك فيه وان شاء الله باش تكون طياره فيه ان شاء الله نمشيو نبذل مجهود والطاقة البدنية موجودة إن شاء الله الذهن موجود إن شاء الله العزيمة موجودة إن شاء الله بعد ما نعرفش شو نمشي إلى لعبة التحدي مع الكابو مختار التليلي يا كاب أنت توفي بالك سلمى التونسي أوكرانية علمناها اللغة العربية هذية ضد بوتين أنت مع بوتين ولا أنا نموت في بوتين بيك تا نقول لك باش تهبط انت وسلمى من هنا نهبط هاي من تهبط من هنا بيك نقول لك باش تطلع وحدك هنا ذكرني في لبنان هذيك اللي نمشي نعمل السكي هذا في لبنان كابو نمشيو من هنا حتى الغادي باش نلقاو 30 مليون 30 مليون هذيك باش تجيبهم لسلمى 30 مليون؟ لا انا نزيد من عندي شويه تو نزيدها شويه سلمى ماهوش 30 مليون شويه لا ما كنتش نسوي هكا لا ما كنتش نسوي هكا هذا سويسيد هذا شو هذا تجازفوا بحياة الناس والله ليه وانت تقول صاحبي تقول خويا خويا تقول تحبني ونحب لا ما تحبنيش هكا لا والله لا تحب تاخذي على حياتي انت تحب على العشاء يوم ما زالوا لي تفهمني انت لا والله لا تعرف كيفاش هيك تحبني تو الهم هذا الكل باش نعملوا انت هيك باش تجر هيك باش تلبس شوف سي مختار هما باش يلبسوك وشوف السيكوريتي اللي باش تلقاها انت باش تفهم اللي هي سهله خليك تلبس محمد لبسوه خلي شوف وشوفوا بقى شوف وقل شوف وقل باهي دا من ناخذ بخاطرك عبد العزيز احنا في كل شيء اللي تقول لي نعم ما نخممش المره هذيا نخمم خاطر سي ان بو ريسكي ومش فلابل هكا فلابل يعني نمشي نقتل روحي توا والله يا كابتن مش نقتل روحي وحدانا قلت الله سميع العليم نموت اش بيكم انتوما انتوما شكونكم انتوما تظنوا نموت انتوما صحيني باش نموتش احنا ضامنين الانستالاسيون تاعنا الانستالاسيون تاعكم انت كي تجي ما نحبكش متغشش ما نحبكش منرفز وكل شيء ممكن تكلمني وحدك كيما هذايا تقول لي الكلام هذايا الكلام المعسل هذايا انا شحال لينا عندنا عبد الرزاق نقبل نموت قبل هذا زعما نقد روحي زعما قد روحك اي بيان سور كيف ما تقدش روحك شكون شي قد روح اما ما تخافش نحبك كوراجو باهي لا يالله لا سامحني سامحني هاي كابو كابو جو ريفوز كابو دو مونتي لا كاب زيد خمم ما تعطيش تقرا مازال زيد خمم ياي خليك تخمم هاي خليك تخمم اخزر لك هذايا باش نهبطوا هكا انت شادد ماكش باش تخاف الحاجه اللي تخافك اللي هي تنجم تطيح ماكش باش تطيح 100% مش 100% 100% اما لازمك الشعور نتاع الخوف ما تحسوش هذا هي من داخل لازمها باهي تعرفوا باش تقول لنا الله يرحمها اللي مات على سبعه لقب انا شبعان تو تو تحدد الناس كل تو باش نهبط انا تو باش نخرج من السياق كله وندخل في سياق اخر نقدم نقدم باش نوقف هنا باش نقدم ونوقف هنا وما نزيدش خطوه وماذا بيا حتى حد ما عاد يكلمني على الموضوع هذا ليه ما عاد يكلمني حد اللي باش يكلمني باش نحطه في بقعته ونفتقوا من بعضه الا سلم لا طبعا سلم هاي سلمى سلمى خذت بقعتها توا تاميني الضحك وفاء واللعب وفاء وتوا سي دو سيريو لا يا خويا جو سي با ديسبوزي ا فير سو 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 تريك لا سامحني قعد برا في الكرسي اثنين كيب قعد في الكرسي
قال يا اطلع واهبط، تحب تقتلني انت؟ تحب تقتلني انت؟ حلوه تحب تقتلني، خذ امشي، ابعد علي، ابعد علي، مين يعقبني حد؟ شنو هي الهم الازرق جايبينه لي؟ جايبيني تحب تقتلوني؟ خليني نكمل ايامتي اللي ما زلت مع اولادي على الاقل. بيطول في عمرك يا مختار، نحن نحبوك تقعد تحبوني نقعد فين باش نقعد؟ اما راهي ما تخوفش. نكلمهم في الفرس ممدود ولا معلقه؟ لا 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 ما نقدوش هذاك اسم مختار. باهي هذاك انا اخويا سامحني سي عبد الرزاق، وماذا بيك ما عادش تحكي لي على الموضوع، انت هاك صاحبي اخويا. خل نقعد بعاد على بعض. نحيو جوست ماتريال؟ نحيو كل شيء. برافو كيف؟ سامحني عبد الرزاق. سماح. لا لا. لا عايشك مختار، تصيحة كبيرة على مختار التليلي. هذي اللي عملها هذي عمل عملها كي صباطو. بيطلع شكون؟ شكون اللي عمل العمله هذي؟ تعرف شو نقول له؟ شو نقول له؟ يحل كتاب على روحه. صاحب العمله وليد. فوزيت نسسها. باسكو تجيب واحد 80 سنه وتقول له اهبط على حبل كيما هذايا هكا 300 متر. لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. هذاك شنو نقول؟ نعم، وانت احترم نفسك انت زاد، انت جاي ما تحبنيش، شكون قال لك حب؟ انت تحبني، انت تحبني، انت تحبني مش صاحبك انا. انت تحبني تكرهني وكان جيت تحبني هناك ما تجيبنيش لهنا. نحبك نجيبك لهنا باش نشوفك جمهور. شوفني جمهور؟ اش في ناخذ جمهور انا؟ انا 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 جمهور يحبني اكثر منك انت واكثر من اللي تحب عليهم انت. انا ما يحبونيش بالمنظر هذا نظهر لهم. انت سبورتيف. ايه سبورتيف. اول الدنيا. ايه صحيح، اما توا ما نقصت شوي. ايه شفت الحبل هذاك. ايه. كنت نوقفك على الحبل هذاك. ايه. شوف ولادك هذا. خير من كل. فكيت لك رزق سيد الوالد هذا. باش. يا مصر. تقول على المصر. الفكرة حلوة ياسر، وحتى حد ما يخمم نجم يخمم فيها. اثنين بالنسبة لرمضان، إن شاء الله يعني يكون مبروك على الشعب التونسي الكل، وإن شاء الله يعني نكونوا أمورنا تتحسن في المدة الأخيرة، لأن أعتقد سيادة الرئيس يعني قاعد ياخذ في القرارات اللي منها هي باش تكون سبب باش تحسن الأمور متاعنا، خاصة للشعب الزوالي. ومبروك علينا رمضان، ومبروك علينا العيد إن شاء الله. كان جيت هنا مع سيادة الرئيس يقول لك اركب تركب؟ يقول لي سيادة الرئيس اركب نركب. يا زعيم. والله خاطر المدة الأخيرة اللي قاعد يعمل فيها الرئيس مستقيم. باه يركب. أنت يا رئيس؟ نستنى برشا سنوات. حتى تولي يا رئيس ونجيك. مريقلين. أوفا. يعطيك الصحة يا مخ. عايشك.